بسم الله الرحمن الرحيم. بحث كمان مربوط أبيب توابعي منادى. دار توابع معمولا تينجن تأكيد وعطف بيان وعطف بحروفه بدله داي عطف بيان وعطف بحروفه نعت أو بيانجاني نعت تأكيد بيانا عطف بحروفة وبدلة. جالبر أوك بيني معطوفة كأكابدو قسمة ويا معرض بألة يا معرض بألميلة باسي توابع منادى تقريبا أون بشاشة إنا عود وانا هريك يكن ديارة أوي منادى كمان لدو حال بدرنية يا مبنية يا معربة يسئي مكان من جالبة معربة كينية فرض من وايا منادى كمان مبنية لأم منادى مبنية ما تابعي بوهن لاوة حالبي جاء تابعي أم منادى إما يا مفردة يا مزافة مزافة كيش يا مقرون بألة يا مقرون بألمية جاء مفردة كيو آ أو قسمة ومقرون بألة يقصكم يعنها يا أو عبارة من لا تأكيد لا عبتل لا نعت ولا تأكيد ولا بيان لا نسقي مقرون بألة بلام دودانا كيتريان كأبيت بدلو نعتي بدون كلا عطف نسقي بدون أن أو أنا حكم مستقل يعني الله ويجري ما أفريد أو أضيف مقرونا بأن وجاري أبي أويك مفردة يا أويك إذا فكر ومقرون بألة كأوجد شيء لنعتي مبني ولا تأكيد مبني لعطف بيان مبني ولا عطف بحروفك مبني به يعني عطف بحروفه تابعي منادابه كمبني به كأن عطف نسخش مقرون بأل به جاري أبيهم لسر لفظ منادى مبنيك كلفظك مبنية لسر علامة الرفع أمج على معرب أبيه بعلامة الرفع حالبي أو محله يا بتابع يد لمحلك يعني باعتبار محلكي بري منصوبة به مثلا في محل منادى أماكن وما أضيف مجردا على محلي بلام أويك إذا فكر به ولألي به ونبي هو فقط تابعي محل به باشا كواتب عبارته يا مجارب باسي بدلكو عتف بحروفك كمقرون بألة يا مقرون بألنية أو ما نبات نكر به فقد وعلوين توابعي مبني يا مفرد يا مزعف أجر مفرد بونو مزافش بونو ومزافة كمقرون بألو حكم مفردك هي يعني أو أتوان تبع يد لا مناداك أكن هم للفزك هم لمحلك ولي أجر هاتو تابعك مزاف بو ولي مجرد بو لأل أو تابعي فقد محلك أبي حالبي ونعت أين على لفظه بلام أو نعتيك بو أيها يهنك يا أيها الناس أو تبعي للفزك أكن أجل محلك والبدل المجرد بدلك مجرد به والنسخ المجرد يعني بدلك مجردان الوشتي في والنبي ونسخك مجرد به كالمنادى المستقل مطلق أو حكم منادى هي تكلم بونيا مثلا منادى كمان مبنية يا مبنيني أم خويل نزل قريب أجر زميني أجر بو حالتي إخوان ومنادى معرب به يعني مزاف وشبه مزاف أمانه هو معرب أجر بحالتي بلا شخوان ومبني وهذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى أن فصل بويدا بسرا وتاباسي أحكام منادى تابع منادى يا كريم والحاصل حاصل كي أبيا أن المنادى إذا كان مبنيا أجر منادى مبني به وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام وتابعك شيء نعت به يا تأكيد به يا بيان به أمسيان يا نسق بعد فلام وبي وكان مع ذلك مفردا وتابعك لقل أواك أم أو تابع لقل أعويك نعت يا تأكيد يا بيان يا نسق بعد فلام مفرد به يا نخير مزاف به وبرامك مزاف الفلامي تيابه لو حالتان ده جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنسب على محله وستولى نعت علي يا زيد الظريف يا علي يا زيد الظريفة بالرفع وبالنسب ولا تأكيد على يا تميم أجمعون يا علي يا تميم أجمعين لبيان على يا سعيد كرز يا علي يا سعيد كرز
لنا سقى علي يا زيد والضحاك كعلي في ويا يا والله حاك قال الشاعر الله يا حكم الوارث يا وارثه عن عبد الملك او حكمك وارثي عبد الملك شروي برفع الوارث ونصفه وشاعر الوتيتي فما كعب بن ما مات وابن اروى باجود منك يا عمر الجواد كعب كريمامو ابن اروى سخاوت من تجتونين اي عمر كجواد بوي تجوادك بنصف ينزع ولد وعمر وكسف ديوان وقواتك جال منصوبه بالأساسي أو أبي جوادا منصوب به وبين صفة بأبو عمر باعتبار محل ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق أي زيد وضحاك حركتك إيه ولا قرب على غير ريقة يعني لو شوالاني كالريقة كذاك وشراوة بدارو اشتواء لوتي طربون باشا سوى الله حاكو بعتب ألو نعتاد أين معتوب أحد وقال بألو يو بحاصر رفخ بالدمان وقال الله تعالى يا جبال أوذي معه والطيرة عمل السبحاته عتب وسمنا ذاك وقري أشاذا والطيروش ولات وهذه أمثلة الأمام أمثلة مفرد وكذلك الملاف الذي فيه له ملاف كألة أجوى تقول يا زيد الحسن الوجهي كالحسن بابا مزاف ولألي فيه ويا أوجر ذو حكمك يا والحسن الوجهي بيش. يا صاح يا ذا الله مرا يا ذي ذا الله مرا عن في يعني أي أولى مرا يا صاح هوري يا ذا الله ميري هذه بابا وإذا فكر بو عن فكي عن فكي صفة الله ميرك نعم إجازة يا ذا الله ميرا بابا بابا أري هو بابا ونفس بابا أري فلما كان أو زايا اسم الإشارة الله ميرك صفة يا ذا الله ميرو يا ذا الله ميرو العنس فأشعر يعني تنو مندو قوي يا مثلا بير منزول وابي يروى بالرفع الله من ونسبه لا فإن كان التابع من هذه الأشياء ملافا ولا أقل تابع لم يستعنى مزاف وليس في الألف ولا مؤلف لا مش في ونبو تعين نصبه على المحل فقد يتم تابع المحل كيف نصبه كقولك يا زيد صاحب عمرين أرى يا زيد أبا عبد الله مثلا يعني يا تميم كلكم يا كلهم كلهم كلكم يا كلهم مثلا قشتي هو ديالها يعني منظوره يا تميم اتواني باعتبار انك مخاطب كم يا نوبر يا باعتبار انك قوم هم يا نوبر ولا خب لي رد اتواني كلك بمنصوب بمرفوع شكون نعم عشان منصوب بموجود عشان مزاف هذا مزاف بدون انا ويا تميم كلكم يا تميم كلهم يا زيد ابا عبد الله قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض فقال أي إخوائك تروسكلي أسمانا كانوا زوجين كوفع في الصفة أقل نظر من عذاب ونداءك مقدر لأبا منصوب خلوش المزاف وإن كان التابع نعتا لأيين ولا أقل تابعك نعت أيوه تعين رفعه على اللفظ أبي حسن مرفوعك اللفظة كقول تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس ابني يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى وقال تابعك بدله يا تابعك النسقه كان نسقه الفلان فيه والنه أو هرشيك استحقاق به يعني هرشي حذي لبك أو في أدري أقر منادى أبوائه وسل بدل علي يا سعيد كرزو بلمي كرز بغير تني يعني ما بديك إلا صبر كما تقول يا كرزو يعني يا سعيد يا سعيد دري أبا عبد الله بالنسبة كما تقول يا أبا عبد الله طبعا ولا نسخش على يا زيد عمرو يلمي ويا زيد أبا عبد الله بالنسبة لمن المزاف وهكذا أيضا الحكم البدلي والنسخ لو كان المناداة وقى مناداة في المعربة بدلوا نعد هل حكم إخوان يعني بدلوا نسق هل حكم إخوان وهل مستقيل إذن على الحكم مناداة كمزاف بباع أماني عربي أو بكتر ما لمك أخوان شرائط منادى مفرد معرفة أنتها تدي أو إعرابها لديك استقافي شيئا بوعوان في أتي عربي؟ إذا؟
باب السؤال.